اسمه مجرع البقر جت المنية صوبت كبدة وقطعتها وملتضية اتجرع الغصاب اثر غصة والقلب ذا يا رب ذاق المرارة من هالسموم ابن الاطياب وتفطر قلبة اوالي من هالاسباب ما قصر وظلام يوم آل أمير من قبل عاشق مرض الطف كلها وشاف الذي ما شافت العالم مثلها من ذبح شبان وسب النسوة وسلبها يا وذابت المهجة ألف مرة من أمية وأهل المدينة طلعوا النسوة والرجال بوسط الشوارع باللطم والدمع همايال كلهم يعزون الرسول بصوت والوال يا المصطفى تلقى حبيبك والشفيع لكنما الأمر والمرجع لله